ساوند بيتس لايف، وبتيجي بسعر 1100 جنيه، وبتيجي بتصميم علبه من البلاستيك، لكن البلاستيك ده مطفي وشكله كده شبه الجلد، وعلامه ساوند بيتس محطوطه في النص فوق، والعلبه دي بتتفتح بشكل مختلف شويه، بتفتح شبه علبه الخواتم، وبرده بتلاقي الغطا ثابت وبتحس ان هو قوي. السماعات نفسها من جوه هتلاقيها سماعات بلاستيكيه خفيفه، واللوجو ساوند بيتس معمول بشكل فضي كده وشكله لطيف، ودي سماعات جلد مش عظم، والجلد موجوده في العلبه، ممكن تغير ما بينها عشان تظبطها على ضبط ودانك. وفي تجربتي السماعه كانت مظبوطه جدا وداني، وبتدخل لجوه فبتحس ان انت الصوت معزول تماما عن بره، وبتقدر تتحكم في السماعات دي عن طريق اللمس. ضغطه ناحيه اليمين بتعلي، ضغطه ناحيه الشمال بتوطي، ضغطتين في اي اتجاه بتوقف اللي شغال او تشغله، 3 ضغطات على الشمال بتفتح الجيمنج مود، وضغطه مطوله على الشمال بتقلب ما بين اوضاع الاكتيف نويز كانسليشن المختلفه، وضغطه مطوله على اليمين بتفتح المساعد الصوتي. وللاسف الاختصارات دي انت ما بتقدرش تغيرها، هي اختصارات ثابته. كل اللي انت تقدر تعمله من التطبيق ان انت تقفل الاختصارات دي ما تبقاش شغاله. والسماعه دي بتيجي بالبلوتوث 5.3 وتقدم لك اتصال ثابت وسريع، ومواجهتش اي مشكله في موضوع الاتصال ده. زي ما قلت هي بتتربط بتطبيق ساوند بيتس، تطبيق بسيط لطيف بيخليك انت تقدر تحدث السماعه دي، تشوف البطاريه بتاعتها، تعدل الايكولايزر، تاخد اختبار يظبط لك هو الايكولايزر بنفسه، وكمان تتنقل ما بين اوضاع الاكتيف نويز كانسليشن المختلفه، او تفتح الجيمنج مود او تقفله. كصوتيات فالسماعه دي بتيجي بالدرايفر 12 ملم، صوتها عالي جدا، لكن جوده البيز والتريبل والعمق والكلام ده هتلاقيها يعني متوسطه بالنسبه للفئه السعريه دي جيده. وزي ما قلت في ايكولايزر تقدر تخصصها زي ما انت عاوز. اما تجربه المايكات فهنا في 4 مايكات، وفي برضه ميزه النويز كانسلنج في المكالمات والكلام ده. وتجربتي ان المايكات كانت جيده جدا الى حد كبير، اقل شويه من ال4 لايت واقل شويه من الكابسول 3 برو. السلام عليكم، دي بقى تجربه لسماعه ساوند بيتس لايف في نفس الاوضاع، بين مروحه قدامنا شارع مش دوشه قوي، في عربيات رايحه وجايه. بعد ما جربنا سماعه ال4 لايت في نفس الوضع والكابسول 3 برو في نفس الوضع، نضطر نجيب السماعه الارخص. المايكات بتاعتها عامله ازاي؟ نضطر نجربها قبل كده، برضه كانت المايكات الى حد كبير جدا جيدة، لكن هنشوف دلوقتي الوضع عامل ازاي لما نحط الـ3 في نفس الاوضاع بالظبط. الشيء المميز ان السماعه بالسعر ده فيها اكتيف نويز كانسليشن، ومش خرافي ولا رهيب لكن محسوس جدا في الفئه السعريه دي، واصلا وجوده في الفئه السعريه دي ميزه. والسماعه دي بطاريتها تقدر تقعد معاك من 4 لـ5 ساعات على استماع واحده، والكيس كلها تقعد معاك حوالي 24 ساعه. فبسعر 1100 جنيه السماعه دي بتقف قصاد سماعات انكر المشهوره الار 50 اي، البي 2 اي، البي 20 اي، وهي في وجهه نظري ان السماعه دي تتفوق عليهم بوجود الاكتيف نويز كانسليشن، ومايكاتها احسن شويه من السماعات دي، لكن هم بيقدموا تجربه صوتيات احسن شويه من السماعه دي، وهم الاثنين تقريبا متساويين في نقطه الجوده ونقطه التطبيق اللطيف اللي بيتحكم في السماعه بشكل كامل. ففي المجمل شايف ان ساوند بيتس لايف بسعر 1100 جنيه برضه سماعه ينصح بيها جدا.